تعالوا نتعرف على أرخص الماركتات أو البقالات في تركيا. ماركت الآيوز بير وماركت البيم. دخلنا البيم أولا وتجولنا به. طبعا الماركت واسع وفيه تنوع من كل السلع المطلوبة. أولا هذا قسم المربيات وأطحينية، طبعا هذه طحينية ب 94 ليرة 600 غرام، يعني ما يعادل 3 دولار. طبعا الماركت يتوفر على كل ما تحتاجه، حتى اللحوم، لحمة مفرومة، رأس عصفور، كفتة، فروج كامل، فروج مقطع، في فريزة مخصصة. والأسعار هنا عندنا 400 غرام من اللحمة المفرومة 189 ليرة، يعني نقدر نقول 6 دولار. الفروج، هذه الفروجة الكيلو ب 92 ليرة، يعني الكيلو ما يقارب 3 دولار. هذا قسم الأجبان 149 ليرة، هذه 500 غرام. قسم اللبن والعيران، أسعار الخضار، الخيار 27 الكيلو، البصل 14. كل ما تحتاجه موجود في هذا الماركت. هذه الفريزة مثلا فيها أنواع من الأغذية المجمدة والجاهزة للتحضير، وهذه الفريزة خاصة بالآيس كريم بكافة أنواعها. وهنا قسم المنظفات بكل أصنافها وأنواعها وكل ما يحتاجه المنزل، الشامبو والصابون وغيرها الكثير. دخلنا ماركت الآيوز بير، وهو أيضا لا يقل عن ماركت البيم من حيث التنوع والأسعار المنافسة. هنا قسم المشروبات، هذا بيبسي موجود، كولا، هذه تنزيلات على الكولا باللون الأحمر، يعني في تنزيلات. هنا قسم المكسرات والمجففات بكافة أنواعها وبأنسب الأسعار، يعني حقيقة ماركتات رائعة جدا، ينصح بالتسوق منها. ماركت الآيوز بير والبيم، وكذلك ماركت الشوك، لها عدة فروع في عموم تركيا. هذه الماركتات في كل حارة تجد ماركت، أسعار منافسة وتنوع في كل السلع. خرجنا من الماركتين البيم واليوز بير، أسعار مناسبة جدا، فأنصح كل القادمين لتركيا يشترون من هذين الماركتين. طبعا ماركت البيم له سلسلة بكل أرجاء تركيا، وكذلك الآيوز بير 101، وكذلك في ماركت آخر اسمه الشوك. كلهن تقريبا أسعارهن متقاربة، أسعار مسعرة، ما في أي تلاعب، يعني تشتري وأنت مطمئن. كل الاحتياجات موجودة ضمن هذه الماركتات تقريبا، كل المواد الغذائية اللي يحتاجها المنزل متوفرة، فأنصحكم بهن. وإذا وجدت فيديوهاتنا تفيدك وتهمك، فلا تبخلوا علينا بالدعم، الإعجاب، التعليق إلى آخره، ولكم خالص الشكر والتقدير.